وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الأجر والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا مجاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم مبارك عليك وعلى جميع الأمة الإسلامية يا رب آمين العالمين. آمين. جزاك الله خير. عندي 6 أسئلة يا شيخ. يلا على السريع. أولا، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في البيت بعد صلاة التراويح؟ طيب، ويا ريت شوية تفصيل، يعني هل الذي يصلي هل عليه شيء أم خالف السنة أم عليه أجر وكذا؟ طيب. السؤال الثاني، هل يجوز للشخص إذا لم ينام في الليل لم ينام حتى أصبح الفجر، صلى الفجر ثم نام، فهل يجوز له أن يأتي مثلا بسورة الملك وقل يا أيها الكافرون وآخر آيتين ومن سورة البقرة ويمسح 9 مرات بالإخلاص والمعوذتين، هل يجوز له أم لا؟ طيب تمام. السؤال الثالث، هل ثبت أن من كان مسافرا أو صائما ولم يفطر يا شيخ، مثلا صائم وهو مسافر ولم يفطر، فهل الأجر عندهم مضاعف أم نفس الأجر؟ طيب يا مجاهد. تمام. يا شيخ، صراحة سؤال عن ماذا يفعل الشخص إذا تفلتت أحيانا منه النية في طلب العلم أو في كده، يعني العبادات بشكل عام، حل نريد حل جذري يا شيخ لنا وللآخرين. إذا تفلتت منه النية؟ نية نعم، أحيانا يعني أحيانا في طلب العلم قصدك؟ في طلب العلم، في الأعمال الصالحة بشكل عام. إن شاء الله. شيخ، هل يجوز في صلاة التراويح أو التهجد إذا مر الإمام بآية خلف أن نسأل الله، أو إذا مر بآية عذاب نستعيذ؟ إن شاء الله. نعم. هل هنالك جلسة اسمها جلسة الحبو، وما حكمها؟ جلسة الحبو. الحبو إن شاء الله. خير إن شاء الله، بارك الله فيك. مرحبا مجاهد. تفضل يا أم محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الله. كيف حالك شيخ؟ مرحبا أختي. أهلا. يا أخوي، عندي سؤال عن زكاة الهوش. إي. عندي بني أنا هاي السنة مشت، وقالوا أنت حاطتنا في العزبة الحين وتصرفين عليه وكل شيء، ما يجوز والله زكاة عليه. إلا يوم أنت بتخلينها يصير يأكل من خشاش الأرض. عنده لازم حن حطينا عيا في العزاب، ولا وين نطلع ما يطلع. نعم. نعم. وحاسبت إنه هو فيه الذبايح أذبح منه وصغير وكبيرة، وحاسبه كامل أنا صغيرته وكبيرته. طيب. وبعد منه في ذبايح نذبح منه بعد. نعم. وأنا حاسب كله حاسب أربعة. أي نعم. لين توصل لهاي وأخذ زكاته. العرب يوم أنا بعطيها قال الأول أحدها لنا هن أعطونا سبشة، أثنى قال ما يبونها. صحيح. أنا أخذ فلوس وأعطي أنا. صحيح صحيح. الرأس أعطي عن 500. إيه إن شاء الله يا أم محمد، إن شاء الله أبشر. عندك نعم. عندك سؤال ثاني؟ هذا الحين قال لي أنت في العزبة ما تدي عليها زكاة. إن شاء الله أبشر يا أم محمد. عندك سؤال ثاني؟ السؤال الثاني يا أخوي، يوز هلا أسير زيارة المدينة. المدينة المنورة. المدينة منورة خير. زيارة. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. مرحبا أم محمد. مرحبا مرحبا. طيب، الأخ مجاهد من رأس الخيمة بارك الله فيه، سأل مجموعة أسئلة. في سؤالي الأول يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد التراويح في بيته شيء من هذه الصلوات، وما هذه الصلوات؟
مجاهد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، الآيات. وقد ذكر من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى أوجب عليه قيام الليل، فكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة التراويح، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه 3 ليال ثم دخل في الليلة الرابعة ولم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم صلاة ليله بالوتر صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت في الصحيح أنه صلى 2 ركعة بعد الوتر أحيانا، ولذلك لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد على الدوام والاستمرار صلاة بعد صلاة الوتر، وإنما الثابت أنه صلى 2 ركعة بعد صلاة الوتر. اختلف العلماء في هاتين الركعتين إلى أقوال عديدة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا وجد وقتا بعد صلاة الوتر وكان هناك لديه رغبة ونشاط في الصلاة، لو صلى ما شاء لا حرج عليه في ذلك، لكن على ألا يجعلها عادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل من الليل وترا، أو بالليل وترا. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول: بالنسبة للشخص الذي يعني بقي قائما الليلة كله ما نام، يقول: هل يأتي بالسور مثل سورة الملك وآخر آيتين من سورة البقرة وكذلك المعوذات كل سورة يقرأها 3 مرات؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للآيات والسور التي في الليل على قسمين، منها ما هو من أذكار الليل ومنها ما هو من أذكار النوم. بالنسبة لسورة تبارك وبالنسبة للآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وبالنسبة لسورة الإسراء وبالنسبة لبقية السور كالسجدة وغيرها الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يقرأها في الليل وهي من أذكار الليل، فلو قرأها بعد صلاة المغرب كان قارئا لها في وقتها وزمانها المشروع الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة للمعوذات وهي، ومن ذلك آية الكرسي أيضا يا مجاهد، من ذلك آية الكرسي تقرأ في الليل. وأما بالنسبة للمعوذات فهذه من أذكار النوم، فإذا جاء الإنسان لينام وضع جنبه فتح يديه وقرأ فيهما القواقل هذه 3، كل سورة 3 مرات، وينفث في كفيه ويمسح سائر جسده، فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقولها إذا نام، يعوذ نفسه بها إذا نام. أما المستيقظ فيظهر والله أعلم بأنه لا يأتي بهذه السور ما دام أنه قائم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يأتي بها عند نومه، عندما يضع جنبه على فراشه صلى الله عليه وسلم، وكان يختم ذلك بقول: يا أيها الكافرون، تكون آخر ما يقرأه ثم ينام، لأن من قرأها كانت له براءة من الشرك. فالذي يظهر يا مجاهد بارك الله فيك أن قراءة هذا لمن أراد النوم تعويذة، يحفظ الله جل وعلا بها العبد إذا نام. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول: بالنسبة، هل ثبت أن من كان مسافرا وبقي صائما لم يفطر أن أجره مضاعف؟ مجاهد بارك الله فيك، جعل الله جل وعلا السفر رخصة للفطر في رمضان، قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام وأفطر في سفره، وكان يحث الصحابة على الفطر، لا سيما الذين يعني يحصل لهم مشقة في السفر بسبب الصيام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. ولما ظلل على رجل أغمي عليه حال صومه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال هؤلاء؟ قالوا: ظللوا رجلا صائما وقد أفطروا. قال: كلهم خير منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت يا مجاهد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام
أن الصوم في السفر يضاعف عن بقية الصيام، لم يثبت في هذا شيء، ولذلك العلماء تكلموا في هذه المسألة ولهم أقوال ثلاثة من حيث الأفضلية والأكملية. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأفضل الفطر في السفر، وذهب فريق إلى أن الأفضل الصوم في السفر، قالوا هو الأفضل. وتوسط قوم فقالوا بأنه إذا كان يتحمل الصيام فالصوم أفضل، وإذا كان يشق عليه فيكون الفطر أفضل، وأما قضية أنه ثبت أن الأجر مضاعف لمن صام في السفر فهذا في حدود علمي واطلاعي لا أصل له. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يسأل عن يعني الشخص إذا تفلتت عليه النية سواء في طلب العلم أو في بعض الأعمال الصالحة. مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لي النية هي عزم القلب على فعل الشيء، ويعبر عنها بالإخلاص، ويعبر عنها بالإرادة، ويعبر عنها بالابتغاء، وهي من أعمال القلوب، والله جل وعلا هو المطلع على النية، ولذلك النية هي عزم القلب، إذن فيها عزيمة للتوجه إلى فعل أو قول، سواء كان عمل بدني أو عمل مالي، وكذلك الأقوال. والمقصود بأن النية شرط من شروط قبول العمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر قال إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك الشيطان يحضر ويحاول أن يعني يفتر الإنسان ويضعف نيته ويفل عزيمته، والواجب على المسلم أن يعتني بنيته إخلاصا وقوة. أيضا الإخلاص بمعنى أن يكون العمل لله عز وجل وحده لا شريك له، لأن من أشرك في عمله مع الله غيره أبطل الله عمله. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز في آيات كثيرة تتحدث عن الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني مخلصا، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك الرياء يفسد النية كما يفسد الخل العسل، ولا يكون للإنسان حظ ولا نصيب في هذا العمل إلا التعب. وأما العزيمة فلا بد من أن يقوي نيته وأن يلاحظ طويته. يقول بعض السلف يقول إنني أجاهد نيتي لأن تتقلب علي، يجاهد نيته دائما يلاحظ نيته ويراقب نيته لأن قال تتقلب علي. ولذلك الخطوات التي ينبغي للإنسان حينما تفتر عزيمته وتتقلب عليه نيته، أولا أن يعلم بأن أي عمل لا يقبل إلا بالإخلاص لله عز وجل. الأمر الثاني أن يعلم بأن الذي ذهبت عليه نيته ليس له من عمله إلا التعب والنصب والبذل الذي لا يؤجر عليه. الأمر الآخر لا بد أن يعلم الإنسان أنه في معركة مع الشيطان، وأن الشيطان يدفعه دفعا إلى ترك العمل وإلى تثبيطه وإلى تهوين العمل، فيجب عليه أن ينتفض على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء، وأن يراقب قلبه دائما، وأن يعلم بأن هذين العدوين دائما ما يصدانه عن الطريق القويم والصراط المستقيم. الأمر الآخر، هناك أشياء قد تكون عند بعض الأشخاص وليس عند بعضهم، هي سبب ضعف العزيمة وتفلت النية، وهي ما يتعلق أحيانا بقضية الانفراد والخلوة والعزلة لا تصلح لبعض الناس. بعض الناس إذا انفرد واعتزل وخلى ضعفت نيته وفترت عزيمته وفل الشيطان في قوته. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون مع إخوانه، مع طلبة العلم، مع العلماء، مع الصالحين، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله جل وعلا كثيرا ما يذكر الأخوة الإيمانية ويجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض. قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والإنسان بنفسه ضعيف وبإخوانه قوي،
وكثير، فيحرص الإنسان أنه يتلمس ما هي الأسباب التي جعلت نيته تتقلب عليه وتتفلت عليه ويضعف. فالإنسان بصير نفسه وهو طبيب ذاته، يراجع نفسه وينظر إلى السبب ويعالج هذا السبب. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول: هل يجوز للإنسان إذا مثلا صلى خلف الإمام صلاة التراويح والإمام كان يعني إذا مر بآية رحمة أو بآية عذاب يعني يستعيذ ويسأل الله عز وجل؟ مجاهد بارك الله فيك، الجواب نعم، من السنة إذا كان المأموم خلف الإمام ومر بآية عذاب استعاذ، وبآية رحمة سأل، وبآية تنزيه سبح. هذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل. فأنت إذا صليت لوحدك صلاة النافلة مثلا قيام الليل، أو صليت خلف الإمام سواء أنت قرأت أو تستمع إلى قراءة الإمام، فإنك تقول مثل هذا القول، وهذا من السنة. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل ومر بآية تنزيه سبح، مر بآية تنزيه سبح، يعني مثل قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، يقول سبحان الله مثلا، في آيات فيها تعظيم لله عز وجل يقول سبحان الله. وإذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل مثلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تقف تقول: اللهم نسألك من فضلك مثلا. وإذا مر بآية عذاب استعاذ: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، تقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من غضب الله مثلا. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا تقوله في الفرض، فالراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم ذكر بأن هذا يقال في الفرض وفي النفل، لكن الراجح من قول أهل العلم أن هذا يقال في النفل دون الفرض. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يسأل عن الحبو، يقول: هل هناك شيء اسمه جلسة الحبو وما حكمها؟ يا مجاهد بارك الله فيك، جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يحتبي يوم الجمعة، أن يحتبي يوم الجمعة، والمقصود بالاحتباء هو أن يضم الرجل ركبتيه إلى صدره وهو جالس. ومن الاحتباء ما يفعله بعض الناس وهو موجود عند قبائل من العرب وكذا، هناك أشبه بالحزام، يلفه على ظهره وركبتيه، بحيث أن هو يطرب بهذا راحة البدن، بهذا يستريح البدن، كأنه يعني متكئ على كرسي وهو جالس، هذا الاحتباء. واختلف العلماء في النهي عن الاحتباء، ما هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الاحتباء؟ قيل لأن الاحتباء يظهر العورة، قالوا لأن الناس قديما كانوا يلبسون الأزر، فإذا احتبى ظهرت عورته، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتبي الرجل. وقيل لأن هذا يجلب الاسترخاء والنوم والنعاس، فينشغل الإنسان عن خطبة الإمام وعن الصلاة، والله أعلم. عموما الكراهة ثابتة، وهي كراهة تنزيهية. أم محمد من الشارقة تقول: عندها حلال، وهذا الحلال تقول حاطتنا في العزبة، وبأن تقول أخرج الزكاة، وقالوا بأنه ما عليه زكاة، تقول: أنا أعلفه ونأكل منه، وشيء من هذا القبيل، ذبائح وشيء من هذا القبيل، تسأل عن الزكاة. يا أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، تقولين بأن عندك حلال، وهذا الحلال تعلفينه وحطيتيه في العزبة، وتذبحون منه وتأكلون منه وشيء من هذا القبيل، فهذا ما في زكاة يا أم محمد، ما في زكاة. فالراجح من قولي أهل العلم، وقد دل على ذلك الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الإبل كذا، في سائمة الغنم كذا، والسائمة ما هي؟ السائمة هي التي ترعى في المرعى الحول كله أو أغلب الحول، يعني ترعى تأكل العشب سنة كاملة أو ستة أشهر فأكثر مثلا، أو ستة أشهر، هذه يسمونها السائمة، السائمة اللي هي ترعى ولا يصرف عليها. أما المعلوفة اللي هي ضد السائمة وهي اللي يعلفها صاحبها، يشتري لها العلف، يشتري لها الشعير، يشتري لها الطعام ويصرف عليها، هذه ما فيها زكاة. الراجح من قول أهل العلم
والذي فهمته من سؤالك أن أنت عندك غنم، أن عندك غنم معلوفة تعلفونها وتصرفون عليها مثل الراتب الشهري تشترون له، ما فيها زكاة يا أم محمد، بارك الله فيك ورضي الله عنك. نعم أيوة طيب. طيب أم محمد بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يجوز للإنسان أن يزور المدينة المنورة؟ أم محمد بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاث التي الإنسان يشد الرحال إليها ويذهب إليها. وبالنسبة للذهاب إلى المدينة إذا كان قصدك زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فنعم يجوز لك أن تشدي الرحال من هنا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. وأما إذا تقولين أنا ذاهب زيارة عادية أريد أن أزور أقارب لنا أصدقاء لنا يعني من هذا القبيل، هذه زيارة مباحة. أما إذا كان القصد شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشد الرحال لغرض زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما إذا رحت للمسجد النبوي وصليت فيه وشفت عندك فرصة تروحين تسلمين على النبي وكانت هناك يعني هناك فرصة وإذن ويعني ممكن، طيب ما في شيء، لكن ما تنوين أنك تسافرين من هنا لهناك لزيارة القبر، وإنما تسافر من هنا لهناك لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أبو خالد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف صحتك؟ بخير إن شاء الله. مرحبا أبو خالد. معي أبو التسئلة لو تكرمت. تفضل أخوي. سلام فضلك أخي. أقول لك سؤالي الأول الشيخ، إذا جيت المغرب خاصة في شهر رمضان الحين يتأخر شوي الصلاة يأخروها الجماعة وأنا أجي مقدم حق هني أجلس أو أصلي ركعتين أو أقرأ قرآن؟ هذه أي صلاة يا أبو خالد؟ أي صلاة يا أبو خالد؟ صلاة المغرب. صلاة المغرب شيخ. صلاة المغرب. صلاة المغرب الحين في رمضان شوي تأخروا يمكن 10 دقائق، بعض من المساجد 4 ساعة معانا تقريبا 4 ساعة يتركوا في المكان إن شاء الله إقامة الصلاة إن شاء الله. واضح. الناس تذهب قبل، ويعني حد منهم يقولوا أفضل إنك تقرأ قرآن، وحد منهم يقولوا إنك تقدم سنة ركعتين. واضح يا أبو خالد. أبشر أبشر. أعطني السؤال الثاني. سؤالي الثاني يا شيخي، أنا جيت في صلاة العصر حصلت الجماعة في الركعة الأولى 50 ركعة الأولى، وأنا سجدت معاهم السجدة. إيه؟ بعدين قمت أقضي، لما أقضي وارجع الركعة الرابعة لي أنا، ايوه يعني اقرأ تحيات كاملة او يعني لين التشهد الاول ان شاء الله. ابشر ابو خالد. السؤال الثالث. جزاك الله خير. السؤال الثالث يا شيخي، في بعض من الاخوة بارك الله فيهم يطلق على اسمه ككنية يقول للمظلوم، يعني هل انا زبر المظلوم واحد يشنع امراه ابو غضب، هل يعني انا يمكن اقول لهذه ما زين، لكن يقول انا راضي انك انت تذكرني بهذه الكلمه. في ناس يقولون مظلوم وهذا تذكر ابو غضب كذا يعني. أي. هل هو يعني شيخي صح اطلق طيب. عليه الاسم او امتنع عنه ان شاء الله يا ابو خالد. جزاك الله خير. سؤالي الثالث يا الرابع. شيخي في صلاه الظهر. اي. أنا جاي في الطريق ولقيت الجماعة يصلوا الصلاة في الظهر وطن، وأنا أصلي قصر سفر. إيه. جيت معاهم في الركعتين الأخيريات. أنا أصلي قصر، هل يكتفي إني أصلي الركعتين معاهم بنية القصر؟ إن شاء الله يا أبو خالد. أو أكمل 4 ركعات؟ إن شاء الله يا أبو خالد. أبشر أبشر. وأحسنت جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. الله في علمك إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير. مشكور أبو خالد. مرحبا. تفضل يا حنان.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي. أهلا. الله كريم علينا وعليك. الله يبارك فيك. يا شيخ السؤال الأول، زوجي يستخدم جهاز للتنفس، للانقطاع التنفس. الجهاز عبارة عن أنه هو ينملي فيه موية ويطلع بخار وينلبس زي الماسك في ما بين الأنف والفم. الحين هو ينام بعد الفجر، فما أدري هل يفطر أو لا. طيب إن شاء الله. جهاز. السؤال الثاني يا شيخ، هل بالنسبة لصلاة التراويح هل هي نفسها صلاة قيام الليل؟ بقدر أصليها في المنزل بأي وقت، مو شرط ألتزم بالمساجد، إني يعني لازم أروح المسجد أو بالوقت اللي بالمسجد إن شاء الله. وهل الأفضل إني أنا أصليها 8 ركعات، كل ركعتين ركعتين، أو لها عدد معين؟ إن شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. طيب نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم بحول الله. لأن صحتكم أمانتنا، نجتمع معا لنرسم البسمة على وجوهكم، نسخر خبراتنا من أجل صحتكم ومن أجل المستقبل والأجيال القادمة. مستشفى الجامعة بالشارقة، التميز في الرعاية الصحية. حياكم الله من جديد. الأخ أبو خالد من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول في سؤاله الأول، يقول الآن تقريبا في رمضان يؤخرون صلاة المغرب بعد الأذان ب10 دقائق تقريبا، يقول أنا لما أذهب مبكر ماذا أفعل أول شيء؟ هل أجلس أقرأ قرآن أم ماذا؟ أبو خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منا ومنك. أخي الفاضل، بالنسبة للمصلي إذا ذهب إلى المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فما دام أن الوقت متسع، هناك وقت 10 دقائق تقريبا بين الأذان والإقامة، يلزمك الجلوس يا أبا خالد قبل أن تفعل أي شيء، فإذا انتهيت من صلاة ركعتين فأنت الآن مخير بيعني العبادة التي تراها مناسبة لك في هذا الوقت. تريد أن تقرأ قرآن وتكمل ختمتك، طيب، تريد أن تدعو، وهذا الوقت من أفضل الأوقات للدعاء، ذلك أنك تدعو بعد إفطار وتدعو بين الأذان والإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكان يوصي صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلم بين الأذان والإقامة اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فتكثر من هذا الدعاء وتدعو لنفسك ولوالديك ولذريتك وللمسلمين والمسلمات. تريد أن تشتغل بالذكر، اشتغل بالذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالأمر واسع في هذا يا أبو خالد، تقبل الله منك. أبو خالد يقول أنا كنت يعني ذهبت إلى صلاة العصر، حصلت الجماعة قد انتهوا من الركعة الأولى، يقول أدركتهم في السجود، يقول لما قمت أقضي، يقول الآن بالنسبة للتحيات اللي أنا سآتي بها، هل التحيات أقتصر فيها على التشهد الأول أم آتي بها كاملة مع الصلاة الإبراهيمية؟ أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة لحالتك أنت تسمى مسبوقا، مسبوق، والمسبوق يقضي ما فاته، أنت مسبوق بركعة، إذا قمت تقضي هذه الركعة فإنك تجعلها كالركعة الأخيرة من كل صلاة من الصلوات التي تصليها، من كل صلاة من الصلوات التي تصلي، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه المصلي هو أول الصلاة. أنت الآن أدركت الإمام في السجود فاتتك الركعة، لما قام الإمام إلى الركعة الثانية أنت هذه لك الركعة الأولى، فالركعة الثانية الثالثة للإمام، الثانية لك، الركعة الرابعة للإمام، الثالثة لك، بقي عليك ركعة تقوم وتأتي بها وتأتي بالتحيات كاملة، التحيات والصلاة الإبراهيمية كأنك في صلاة من بقية الصلوات وهي الركعة الأخيرة بما فيها التشهد بارك الله فيك. أبو خالد يسأل يقول بعض الناس يطلق على نفسه ألقاب، مثلا يقول المظلوم، أبو غضب، وشيء من هذا القبيل،
يقول هم يقولون نحن راضون بأن تنادينا بمثل هذا الاسم، هل يجوز لي يا أبا خالد بارك الله فيك بالنسبة للمسلم ينبغي له أن يسمي ولده بالأسماء الطيبة وأن يكنيهم الكنى الطيبة وأن يبعد عنهم الألقاب، يبعد عنهم الألقاب، وهذه مسؤولية الأب يعني بالنسبة للولد. وأنا أتكلم لك الآن في تقرير المسألة، لا تستعجل علي أبو خالد، أصبر علي لأني أرتب لك المسألة. فالأصل أن الإنسان يختار لولده الاسم الطيب، الاسم الطيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث، أو الحارث وهمام. وأيضا الكنى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكني أصحابه وحتى الأطفال يكنونهم، طفلة صغيرة تكنى بأم خالد، طفل صغير يكنى بأبي عمير، وهكذا. لماذا؟ قال العلماء حتى لا تلحقهم الألقاب السيئة، حتى لا تلحقهم، لأن الولد مع لعبه مع الصبيان وكذا ربما أطلقوا عليه لقب شين ويبقى والعياذ بالله عار عليه، فلذلك يكنى، يقال أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو كذا، أبو خالد مثلا، ها وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام غير أسماء كثيرة، غير الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله، غير الأسماء اللي فيها تزكية، غير الأسماء اللي فيها صعوبة وخشونة، خشونة فيها صعوبة مثل حزن، غيره إلى سهل، ومثل بعض الأسماء اللي فيها أيضا تزكية غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، إذا كان الإنسان مسؤول عن أولاده وتسمية أولاده بمثل هذه الطريقة هو أولى بهذا. فإذا كان الشخص يحمل اسم سماه به أبوه وهو اسم مخالف للهدي النبوي يجب عليه هو يغير هذا الاسم. كذلك يكني الإنسان نفسه، إما إن كان متزوجا بأكبر أولاده، وإذا كان غير متزوج يكني نفسه بكن، يطلق على نفسه كنية أبو عبد الله، أبو سلطان، أبو محمد، أبو خالد مثلا، يكني نفسه، يقول أنا أبو فلان، نادوني أبو فلان. أما أن يلقب نفسه بمثل هذه الألقاب الشينة، يقول أنا المظلوم، أنا أبو غضب، طيب يرضى يلقب نفسه بأبي لهب مثلا، ها يرضى مثلا، ما يرضى، هذه أسماء ما لا، يعني مثلا أبو غضب، أبو غضب نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، وهذا يقول أنا أبو غضب، لا ما يصلح. كذلك المظلوم، يعني ما الذي جعله يطلق على نفسه المظلوم؟ هذا الآن يزكي نفسه على أنه هو دائما مظلوم ولا يصدر منه الخطأ وأن الناس يظلمونه، وفيه تزكية للنفس، وفيه والعياذ بالله يعني إذلال للنفس، يعني جمع أمرين، تزكية أنه دائما مظلوم ما يظلم أحد، وفيه إذلال لنفسه، ها كأنه والعياذ بالله ما مر عليه أحد إلا ظلمه، صغير كبير، رجل امرأة طفل، كأنه هو خلاص أصبح مظلوم، تزكية وإذلال، فهذا ما يليق. وكون الشخص يا أبو خالد يقول لا تنادوني إلا بمثل هذا أنا راضي، لا يعني رضا الشخص على أمر مخالف أننا نتبعه فيه، يعني مثل ما ذكرت لك الآن، لو قال أنا كان أكنوني أو لقبوني بأبي لهب نقول أبو لهب، أو قال أنا والله أبو يعني لقب من الألقاب السيئة مثلا، ما يجوز. ولذلك أبو خالد تتعامل معهم على وفق ما يمليه عليه دينك وأخلاقك وقيمك، تقول لا سامحني أنا ما أقول لك يا المظلوم، أقول لك يا أبو غضب ولا أبو كذا، سامحني أنا أذكرك باسمك أو بكنيتك، رضيت رضيت، ما رضيت كيفك، ها. فتتعامل معه بمثل هذه الجدية. بارك الله فيك يا أبا خالد. أبو خالد من عمان يقول كنت مسافر ووافقت صلاة الظهر والإمام في الركعتين الأخيرتين، يقول أنا مسافر أقصر صلاة الظهر ركعتين، هل في مثل هذه الحالة أكتفي بهاتين ركعتين؟ الجواب لا يا أبو خالد، من أدرك، إذا أدرك المسافر الإمام في أي ركعة من ركعات الصلاة فيجب عليه أن يتم، وهذا قول ابن عباس الذي هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو قول جماهير أهل العلم على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم. بارك الله فيك. وإن كان الإجماع المحكي عنه
الذي حكاه العلماء محل نظر وتأمل عند كثير من أهل العلم لوجود من يعني خالف في ذلك من بعض السلف كعطاء وغيره، لكن عموما للاتفاق على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم إذا أدركه فيه ولو في ركعة واحدة. بارك الله فيك. حنان من السعودية بارك الله فيها تقول زوجها يستخدم جهاز اللي عنده مشكلة في انقطاع التنفس، تقول هذا الجهاز يعني معروف بخار ويوضع مثل الكمام على الأنف والفم، تقول احنا احيانا نستخدمه بعد الصبح مثلا، هل يؤثر على صومه؟ اختي حنان بارك الله فيك وشفى الله زوجك وعافاه وكتب الله اجره بالنسبه للاكسجين الذي يتناوله ويستعمله الصائم لا يفطر، لان هذا الاكسجين نهايته الرئتين، ومن ذلك ايضا بخاخ الربو وبخاخ الانف الذي لا يتحول الى سائل، هذا كله لا يفطر، الذي يفطر القطرة في الأنف والقطرة في الفم هي اللي تفطر، أما البخار أما الأكسجين فهذا لا يفطر ولله الحمد والمنة. نعم. حنان من السعودية تسأل عن صلاة التراويح، تقول هل هي قيام مثل قيام الليل أو هي قيام الليل؟ بالنسبة لي أنا تقول لو صليت مثلا في المنزل والتزمت فيها هل يعني هذا أفضل وما الأفضل من حيث عدد الركعات؟ أختي حنان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة التراويح سنة مؤكدة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وسنها في رمضان فقط، يجتمع لها الناس في المساجد في رمضان، ولذلك ليس عندنا صلاة سنة يجتمع لها الناس في المساجد سنة غير صلاة التراويح. بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء هذه تتردد بين فرض الكفاية وبين السنية المؤكدة، لكن أنا أقصد اجتماع الناس لغير سبب يقولون نصلي التراويح، هذه في رمضان فقط، هذه في رمضان فقط. الأمر الثاني بالنسبة لصلاتها في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت، صلاة التراويح في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين صلوا بصلاته مدة 3 ليال ثم دخل بيته في الليلة الرابعة خشية أن تفرض على الناس، وقام الصحابة لا سيما الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وتبعه على ذلك عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، فجمعوا الناس على إمام أو على أئمة، فلذلك صلاة التراويح في المساجد أفضل، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو كتب الله له قيام ليلة، وهذا يعم الرجال والنساء. المسألة الثالثة إذا كان الإنسان يرى بأن صلاته في البيت أصلح لقلبه وأشرح لصدره فإنها لا بأس بذلك لأنها سنة، وخاصة إذا قال عندنا إمام لا يطيل، عندنا إمام لا يخشى، عندنا إمام يسرع في الركوع والسجود مثلا، ويحب الإنسان يصليها في البيت طيب لا بأس بذلك فتصلينا في البيت. قضية أنك العدد أفضل يعني عدد ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فأنت تصلين 11 ركعة، هذا الأفضل والأكمل. تريدين تصلين أقل أو أكثر 21 ركعة 36 ركعة، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، لكن الأفضل والأكمل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، وأحيانا كان يزيد إلى 13 ركعة. بارك الله فيك. تفضلي يا عبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا قبل كنت أخابرك وكان عندي كفر بداخلي وأنت علمتني هو أشياء استفاديت من أثر وإن شاء الله الله يوفقك. آمين. استفسار عندي أثناء الانتهاء مو أنتهي أنا يعني يصير عندي مثلا بجسمي تعب وأمي تقول لي لا هذا غلط يعني ماكو، هو أثناء الانتهاء هو أشياء كلها بالذهن ما تأثر على الجسم ولا تعب ولا يعني فشيق واحد ما يحس بالجسم بأي شيء. أختي عبير لو سمحتي الانتهاء من إيش سامحيني؟ انتهاء يعني انتهي من كل عمل موزين من الشرك من كل شيء عمل موزين. يعني أنت إذا وقعت في معصية مثلا بعد المعصية يحصل عندك إيش؟ لا أنا أنتهي
يعني انت مثل ما قلت انتهي واستقيمي استقيم يعني. عندك وسواس إيه؟ انت عندك وسواس؟ نعم. طيب يعني انت تقولين بعد ما تنتهين عن الوسواس يحصل عندك تعب؟ حتى الكفر اللا ارادي، حتى الكفر الارادي اي نعم يعني ورما زين يحصل عندي تعب. امي تقول هذا الشيء غلط ماكو، يعني هو اشياء كلها تحدث بالذهن، هذا الغلط التعيمات يعني او الانتهاء هذا. طيب بس اتاكد هذا السؤال. السؤال الثاني النعاس والكسل هل يزيد الكفر او يخلي الكفر داخل القلب؟ هذا السؤال. السؤال الثالث انت مريت في لك تصير يعني امام الناس انه مرتبكه او مو طبيعيه او هذه، دا اسال يعني مرات تبين شويه مو طبيعيه ما يخالف لو ما يجوز اصلا ولا شويه مو طبيعيه او درعانه؟ هذا السؤال. السؤال الرابع النشاط، ان يعني اثناء الانتهاء يصير يعني يتطلب نشاط مثلا على طول؟ كيف عفوا عفوا نشاط اي اثناء الانتهاء يعني اثناء السعي اثناء الاستقامه يتطلب مثلا نشاط، ومثلا واني قاعده واني قاعده يعني يتطلب نشاط من عندي مثلا؟ طيب ان شاء الله يا عبير، ان شاء الله ابشري يعني لا نشاط ولا كسل ان شاء الله. ابشري يا عبير، مرحبا مرحبا، تفضل يا مات الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ، شو حكم إذا اضطر بعض الأبناء إنهم ما يحكوا الحقيقة كاملة للأم والأب مثلا بخصوص الأسعار، يعني عشان ما يتضايقوا مثلا إذا هاي سعرها غالي ممكن يزعلوا أو يتضايقوا فبيحكوا لهم إنه سعرها منخفض وبهالشكل يعني. يعني مثل إيش يا أختي؟ تضربي لي مثال؟ يعني مين اللي يدفع الفلوس، الوالدين ولا الاولاد؟ لا الابناء اي يعني يشترون حاجه بدهم. اي هلا الوالدين راح مثلا اذا عرفوا انه سعر الغرض هذا غالي راح يعني ينزعجوا انه تكلفوا الابناء يعني. اي والاولاد الاولاد صغار ولا كبار؟ لا كبار طبعا. ويعني الاشياء مفيده ولا غير مفيده؟ مفيدة يعني للبيت للجميع يعني. اي ان شاء الله بس لحتى ما يحس. نعم 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 يعني جيد. كلفوهم بالاسعار. واضح واضح. اوكي. والشغله الثانيه ممكن تحكي لنا شوي عن الانبياء، شو صله القرابه بينهم المذكورين في القران الكريم؟ وستنا مريم هل في قرابه معها مع سيدنا موسى عليه السلام؟ ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أبو عائشة. سلام. أبو عائشة من السودان. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا هل الريق يفطر؟ إيش؟ الريق مثلا الإنسان ابتلع ريق يفطر؟ إيش عفوا أعد؟ الريق. خروج الريح؟ الريق مثلا الإنسان بلع ريق. بلع الريح؟ الريق المزاق بلع الريق ها؟ أيوة نعم. إن شاء الله يا أبو عائشة. وهل الصحابة رأوا الملك جبريل أنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله. وعند بنت عمرها 5 شهور لما تقول الولادة ما حلق لها شعرها هي عليها ذنب؟ كيف يا أبو عائشة؟ عند بنت عمرها 5 شهور. 5 شهور؟ ايوه. واثناء الولاده ما حلق لها شعرها. حلقتوا لها ولا ما حلقتوا لها؟ ما حلقنا لها. ما حلقتوا لها. اي هل يجوز لي اتركها هكذا ولا الحلق؟ ان شاء الله يا ابو عائشه. يعطيك العافيه. مرحبا مرحبا. طيب عبير من العراق بارك الله فيك. طبعا عبير سالت 4 اسئله، الاسئله كلها تدور حول مساله واحد وهو الوسواس. طبعا عبير تقول انها اتصلت بي وانا نصحتها. الأسئلة كثيرة وأحيانا يعني أنسى المتصلين، لكن عموما واضح بأن عبير تأثرت بالتوجيهات والنصائح لكنها هي تتردد يعني، وهذه شأن أغلب الموسوسين هدانا الله وإياهم، ما يلتزمون نصائح المشايخ وطلاب العلم ويأخذونها فقط وما يطبقونها على أرض الواقع في الغالب، وإلا يوجد ولله الحمد كثرة ومنهم من يتابعني ولله الحمد انعتقوا عن الوساوس ولله الحمد ويعيشون الآن نعيم بعد أن كانوا يعيشون جحيما. عبير تسأل تقول يعني هي
أنا وجهتها، أنا لست أنا اللي وجهتك، الذي وجهك النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا نقلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينتهي عن الوسواس ويستقيم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. تقول يعني أشعر بتعب بعد ذلك، تقول بأن الوالدة تقول لي لا هذا شيء في ذهنك أنت تشعرين به والواقع على خلاف ذلك، تقول أحيانا تسأل هي تقول الكسل يزيد من مثلا الوسواس بالكفر مثلا، وتقول هي أيضا أنت قلت لي بأنك لا تكونين أمام الناس يعني مو طبيعية، احرصي على أن تكوني طبيعية، لكن تقول أحيانا ما أستطيع، وتسأل أيضا عن النشاط، تقول يعني كيف يكون النشاط. طبعا لأن المحور واحد أنا جمعت الأسئلة كلها، ولذلك سأوجه نصيحة أخرى للأخت عبير بارك الله فيك. عبير بارك الله فيك، أعتقد بأنك أنت أخذت بالنصيحة السابقة من خلال دعوتك إلى الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، من خلال طلب العلم الشرعي، من خلال أيضا معصية الشيطان، معصية الشيطان وعدم طاعته، ومعصية الشيطان لا تكون إلا بمعاندته ومناكفته وإضنائه وإحزانه. أما للموسوس الذي يقول للشيطان اعمل كذا ويعمل هذا مطيع للشيطان وليس عاصل للشيطان. كذلك مسألة الانتهاء، أن تنتهين عن هذا العمل، هذا كله ذكرتها لك في نصيحتي، أنا ما أتذكر لكن أنا أجزم لأن هذه طريقتي في النصيحة لمن مبتلي بالوسوسة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على أن لا تعودي إلى المربع الأول. أنت الآن ولله الحمد تقريبا قطعت شوط طويل جدا في العلاج، أنت الآن ولله الحمد يعني أنقذت نفسك بتوفيق الله عز وجل من هو سحيقة كنت على وشك السقوط فيها، أنت الآن ولله الحمد مسكت بزمام وبخيط وبحبل النجاة بحول الله تعالى، لا ترجعي للمربع الأول الآن يا عبير. وش اللي يفيدك الآن؟ قضية والله تتعبين بعد ما تنتهين ولا ما تتعبين؟ إيش اللي يفيدك إلا أن الشيطان يريد أن يرجعك إلى ما كنت عليه، والوالدة حفظها الله والدتك أدركت هذا وقالت لك هذا شيء في رأسك، والدتك صادقة قالت لك هذا شيء في رأسك. فأحيانا الشيطان يريد أن يرجعك لأن هو يشعرك بأن ما كنت فيه تتلذذين به الوساوس هذه، فالآن يأتي لك بمثل هذا التعب ومثل هذه الخيالات ومثل هذه الأوهام حتى ترجعين إلى ما سبق. تقول لا أنا بدأت أتعب، ما يصلح يا عبير بارك الله فيك، كوني صاحبة عزيمة صاحبة إرادة وكوني شجاعة. الشيطان أضعف ما يكون عند الإنسان المؤمن، إن كيد الشيطان كان ضعيف، لكن يقوى عليه متى؟ إذا الإنسان سلم يديه للشيطان قال تفضل، ما يصلح. فلذلك بنتي الله يبارك فيك ويرضى عليك، مثل النصائح السابقة اللي يعني ذكرتها لك التزميها، التزميها. أي شيء تشعرين به يعني من الحديث النفس الكفري هذا قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وانتهي، اشتغلي اقرأي القرآن، اقرأي تفسير، اشتغلي مع الوالدة في المطبخ، اشتغلي في كنس البيت، في ترتيب البيت، هذا كله يذهب عنك هذا الوساوس، يذهب عنك هذا الوساوس. كذلك ما يتعلق بما ذكرته من مسألة كوني أمام الناس، يعني أنا ما أستطيع أن أقول لك والله لازم تكوني 100% أمام الناس يعني قوية ونشيطة وكذا، نحن عافانا الله أحيانا نكون أمام الناس يظهر علينا الإعياء والتعب ويظهر علينا الإرهاق، ليست القضية قضية والله لازم أنني أكون أمام الناس 100%. أنا لما قلت لك هذا الكلام أكيد لأنك أنت ذكرتي هذا الشيء وأنك تكونين أمام الناس كذا حتى تتسلط عليك العيون وترميك العيون يعني بالشك وكذا، قلت لك هذا الكلام ولا طبيعي جدا؟ يعني في ناس يجلسون بين الناس وينامون من التعب ينامون، وفي ناس يتثاؤبون وينعسون، هل نقول خلاص هذول يعني؟ لا ما يصلح، كوني جادة أختي الفاضلة بارك الله فيك. والكسل هذا أمر طبيعي، الكسل والفتور يطرأ على الإنسان هذا طبيعي، لا تجعلي منه قضية. يعني الآن كسلتي شوي جعلت منه قضية خلاص لابد أن أكون نشيطة، غير صحيح. يعني أمهات المؤمنين بعضهن كنا إذا صلينا
ينمن في الصلاة حتى وضعت امرأة حبل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بأن تضع الحبل تتعلق به إذا نعست وفترت في الصلاة، فنهى قال حلوا ليصلي أحدكم نشاطه. فلا تجعلي من هذه الأشياء الطارئة عليك قضية وتكبرينها وتهتمين لها، كوني طبيعية. شوفي والدتك صيري مثل والدتك، أنا أطلب منك الآن تكوني مثل الوالدة، ها نسخة من الوالد. الوالدة تصلي بشكل طبيعي، أنا أجزم الوالدة ما عندها مشكلة تصلي بشكل طبيعي، تعبد الله بشكل طبيعي، تقوم بخدمة البيت بشكل طبيعي، تدخل المطبخ، تدخل الصالون، الصالة، تدخل كذا، ما عندها أي مشكلة. فكوني مثل والدتك، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالعافية. أمة الله من أبو ظبي تقول لي يعني ما حكم الأولاد إذا مثلا أتوا ببعض الأشياء، ولما يسأل مثلا الوالدين أو الوالدان أو الوالدين يسألانهما عن الأسعار. تقول ما يأتون ما يتكلمون بالسعر الحقيقي، تقول علشان ما يتضايق الوالدان، تقول يعني ما حكم ذلك. أختي أمة الله بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن عندكم أولاد كبار، وهؤلاء الأولاد يصرفون على البيت من جملة ما يصرفون، ويأتون بأشياء غالية الثمن، وإذا سألتموهم عن السعر يقولون بأن السعر الفلاني، ولا يذكرون السعر الحقيقي خشية أن يدخل على الوالدين يعني شيء من الضيق والحزن، لأنهم أتوا بأشياء غالية الثمن. ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أنا أولا أقدم نصيحة للوالدين بأن لا يسأل الأولاد عن أسعار هذه الأشياء التي يدخلونها إلى البيت، وأن يريح أنفسهما، يرتاح ويريح أنفسهما ويدعوان للأولاد. فإذا جاب الولد شيء جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يبارك لك في مالك، يبارك لك في عمرك، هذا أفضل، لأن أعتقد بأن هذا من الفضول، هذا من الفضول، خاصة الشخص الحساس يعني مثلك أنت أو زوجك، عندكم حساسية مفرطة في قضية الأسعار وكذا مثلا، يعني الواحد ينتهي، يعني وش يستفيد الآن؟ يستفيد الوالد أو الوالدة لما يسألون عن الأسعار ويكتشفون بأن الأسعار غالية ويحزنون ويضيقون الصدر ويكدرون حتى نفوس الأولاد. فالأولاد يعني هم يرون أنهم الآن يردون بعض المعروف والجميل للوالدين، يعني لا يجزي ولد والدة ما يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيعتق، إلا أن يجده مملوكا فيعتق. ولذلك هؤلاء الأولاد بدل ما نحزن على الأسعار اللي على السلع غالية السعر اللي أدخلوها، ندعو لهم يا أخت الفاضل. فلذلك يعني نقطع نصف الطريق في حل هذه القضية، إن الوالد والوالدة ما يسألون الأولاد ويفرحون ويظهرون الفرح، لأن الولد إذا جاب شيء غالي وشاف الوالدة تسأل والوالد يحقق وثم يعني أصابهم حزن، بيتكدرون الأولاد وهم يرون بأنهم يعني أحسنوا وينتظرون الدعاء من الوالدين. فلذلك منهج ومسلك يجعل الإنسان أنه ما يسأل. الأمر الثاني بالنسبة للأولاد، إذا والله سأل الوالد أو الوالدة ممكن يقولون سعر معين، لكن ما يكذبون فيه وإنما يعرضون، يقولون مثلا سعر رخيص بالنسبة في يعني قصدهم يورون بالكلام، رخيص بالنسبة لما يقدمونه للوالدين، لأن لو قدموا كنوز الدنيا لا تساوي شيء، يقول لا رخيص مثلا، أو يقولون مثلا اشتروا السلعة بألف، يقولون فوق الخمسمية، يعني هي تعريض، وحتى يعني يفهم الأب أو الأم أن 550 فوق الخمسمية، صدق هو فوق الخمسمية إلى ملايين، فوق الخمسمية إلى ملايين. هذا قصدي أني يعني أذكر للأولاد إذا كان فعلا سألوهم الوالدين يقولون والله فوق الخمسمية مثلا، فوق المئة درهم مثلا، هم يقصدون يعني مبلغ آخر. هذه تورية وتعريض في الكلام، وأرجع وأكد على أن يعني ينبغي مكافأة الأولاد البارين الحريصين على أن يأتوا بالأشياء الغالية الثمن، يفرحون والديهم، أن يقابلوا بالدعاء وبالبركة في أعمارهم وفي أموالهم
وفي وظائفهم وفي زوجاتهم إن كانوا متزوجين وفي أولادهم وذرياتهم، هذا هو الذي ينبغي يا أختي أمة الله من أبو ظبي. أمة الله تسأل عن صلة القرابة بين الأنبياء، تقول يعني هل هناك صلة قرابة؟ وبالنسبة لمريم هل لها علاقة بموسى؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للصلة بين الأنبياء على قسمين، القسم الأول جميع الأنبياء بينهم صلة واشتراك في الإسلام، ولذلك كل الأنبياء جميع الأنبياء أتوا بهذا الدين ولذلك يشتركون في الدعوة إلى الإسلام. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بقية الأنبياء كل هؤلاء جاءوا بدين الإسلام، فصلتهم هذا الدين العظيم، صلتهم هذا الدين العظيم. أما من ناحية النسب فيختلفون، النسب يختلفون، ولذلك لما حصل الطوفان في عهد نوح عليه السلام بدأت البشرية بداية جديدة، ولذلك نوح عليه السلام يسمى الأب الثاني للبشرية، يسمى الأب الثاني للبشرية. ثم بعد ذلك جاءت يعني توالد الناس وكذا، وحصل أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. لماذا؟ لأنه تفرع منه ولدان إسماعيل وإسحاق. إسماعيل من ذريته ومن سلالته الطاهرة النقية محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فيتصل بإسماعيل عليه السلام وإبراهيم. وأما إسحاق، إسحاق أتى بيعقوب، ويعقوب أتى بيوسف عليه السلام، يعقوب أتى بيوسف، وهكذا. وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا من هذه الذرية، ذرية إسحاق اللي تنتسب إلى إسحاق عليه السلام. والله تعالى امتدح إبراهيم وجعل في ذرية النبوة والكتاب، النبوة والكتاب. بالنسبة لما بعض الأنبياء لا، ليس بينهم نسب يعني اتصال، يعني مثلا شعيب ويونس وأيوب وهكذا بقية الأنبياء. أما مريم عليه السلام فليس لها علاقة بموسى عليه الصلاة والسلام من حيث النسب. وأما قول الله عز وجل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، فليس المقصود به هارون أخو موسى عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء مجموعة من الأقوال في مسألة هارون هذا المذكور في سورة مريم. أبو عائشة من السودان يسأل عن بلع الريق، يقول هل يفطر؟ يا أبا عائشة، بالنسبة لبلع الريق لا يفطر، فلو جمع الإنسان ريقه في فمه ثم بلعه لا يفطر. بعض العلماء قالوا إذا أخرجه خارج الفم ثم بلعه أفطر، هذا قول لبعض العلماء، قالوا لأنه خرج إلى الظاهر، خرج إلى ظاهر فمه فابتلعه. عموما بلع الريق لا يفطر حتى لو جمعه الإنسان داخل فمه. أبو عائشة يسأل يقول هل الصحابة رأوا جبريل؟ أبو عائشة بارك الله فيك، الصحابة رأوا جبريل على غير صورته الحقيقية، على غير صورته الحقيقية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. أما على صورة آدمي نعم، فقد رأوه على صورة دحية ابن خليفة الكلبي الصحابي الجليل الذي كان جميلا من الصحابة الذين يعني وصفوا بالجمال، كان ينزل على صورته، ونزل على صورة رجل آخر لم يسمى، أيضا ورد في الأحاديث أنه نزل على صورته. بالنسبة لابنتك يا أبو عائشة 5 أشهر ما حلقت لها، لا تحلق لها، يكفي أن العقيقة، تكفي العقيقة. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.